السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقات قناة المهندس سأسأ. النهاردة هنتكلم أو هنكمل الجزء بتاع البورتريه. احنا اتكلمنا على رسم البورتريه الفيجن وش الوش. لو حبيت أعمل البورتريه بقى من الجنب فهيبان معايا إزاي، أو إيه النسب اللي هي مقترحة في الوضع ده. احنا قلنا إن نراجع بس الأول كده، اللي هو لو أنا باصص لحد وش في وش كده فأنا بشوفه في شكل الوش نفسه في شكل مستطيل. المستطيل ده أبعاده بتبقى 3x ونص في 2x ونص، تمام؟ وقلنا الإكس دي بنحددها لو 4 سنتي يبقى 3 × 4 ب 12، واتنين والنص اللي فوق اللي هو 2 سنتي ده يبقى 14 سنتي. طيب لو احنا بقى باصين ليه من الجنب هتلاقي ان احنا بيبان مربع مش مستطيل. طب المربع ده بيبقى ابعاده ايه؟ ابعاده 3.5 × 3.5، يعني 3.5 اكس في 3.5 اكس. بمعنى ان احنا لو خدنا مربع كده هعمل خطوط خفيفة بقى شوية عشان اجي كده مربع تقريبا اهو. وخدنا خط كده خط كده خط كده، ده ارتفاع، وبعدين خدنا خط كده خط كده خط كده، تمام؟ هتلاقيه باين بالشكل ده مربع، يعني هيبقى بالوضع ده كده. نتقله هنا شوية اهو، يبان معايا بالشكل ده. دي اكس اكس اكس، دي نص، دي اكس اكس اكس، دي نص اكس، هيبان معايا بالشكل ده. نرجع هنا تاني. طيب هتلاقي بقى النسب احنا كنا اتكلمنا عليها قبل كده، اللي احنا قلنا الدقن هتاخد الشكل ده، ده في الواجهة الجانبية. قلنا البق نص المسافة دي أو نهايته مع المربع ده هنجيب نصه، يبقى دي بداية البق، وبعدين المناخير، العين، القورة أو الجبهة، والنص الأخير قلنا للشعر. طيب التفاصيل بقى اللي بعد كده، هتلاقي إن الدهن جاي كده واخدة المربع ده والمنظر ده، هتلاقي إن الراس بقى واخدة بالشعر، واخدة الدوران ده اللي هو مماس المماس بتاع 3.5 كده. هتلاقي ان الشعر بالمنظر ده كده، هتلاقي الودن جاية هنا في بداية ده، بس ده كده هو ده الشعر بتاعنا عفوا. هتلاقي الحاجب قلنا زي ما قلنا على الخط التاني ده، هتلاقي العين، هتلاقي المناخير قلنا، هتلاقي البق، كده احنا اتكلمنا على الشكل الجانبي او النسب بتاعته بتاعت البورتريه. هيبقى الشكل ده كده. كده
احنا المفروض لو هتقل بقى على الخطوط اللي احنا، انا عايز بس ابين لكم الخطوط اللي هي الاخيره دي اهي، مثلا ادي النص، ادي التاني، ادي التالت، ادي الاخير، المنظر ده كده. وهنا ادي واحد، ادي اتنين، ادي النص الاخير. سعدت بيكم واشوفكم على خير. السلام عليكم.